ورحمة الله وبركاته. حالي وحالك أخي الكريم أختي الكريمة مع المحافظة على الصلوات الخمس، أن نحن محافظين عليها وأن نحن حريصين عليها أشد الحرص، أو يعني متى ما قمنا صلينا، متى ما فضينا صلينا، نجمع نأخر، تفوتنا كم ركعة، يخرج وقتها ثم صلينا. لا يا أخوان، الصلاة تصلح الحال وتأتي بكل خير. إيش يخيك في أنها بالصلة مع الله؟ يذكر أحد الدعاء أن رجل لم يرزق بأبناء وذرية، تزوج وما الله رزقه، وفحص وفحصت زوجته، سبحان الله تبين ما بهم ولا العافية. فقال له أحد المشايخ: فتش عن علاقتك مع الله وحاسب نفسك مع صلواتك. يقول: فتشت عن نفسي فوجدت أني مقصر في صلاة واحدة بس، أصلي الصلوات كلها إلا صلاة واحدة مقصر فيها، أصليها يعني إذا خرج وقتها، ألا وهي صلاة الفجر. يقول: فحافظت عليها، وأني حافظت على هذه الصلاة، الصلاة جميعا وخاصة الفجر. يقول: فوالله ما أتى شهر، لا شهرين، أو نعم شهرين، يقول، إلا وأنا أبشر بأن زوجتي حامل. هذا بس يا أخوان بالدنيا، كيف بالآخرة؟ فالله الله يا أخوان بالحرص على الصلاة وحث أبناء وحث الزوجات والبنات عليها. إيه يا أخوان، ترى القضية مهمة وخطيرة، لأن الناس تجده هو محافظ وهل البلد مقصرين وعياله وبناته. لا يا شيخ، أنت احرص وحرص أبنائك وبناتك وزوجاتك وإخوانك